السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سوف أخصصها لخبر بدأ يتم تداوله هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ربما سمعتم بهذا الخبر، ربما لم تسمعوا بهذا الخبر، وهو أنه هناك احتمال كبير أن تدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة في آخر اللحظات زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ألا وهي ميشيل أوباما. هناك العديد من الأخبار التي تقول أنه بسبب العديد من المشاكل التي يعاني منها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهي السن، لأنه تقريبا الآن ربما 81 سنة أو 82 سنة، بالإضافة إلى بعض أعراض الخرف التي تظهر عليه من حين لآخر. لذلك هناك العديد من زلات اللسان التي يقوم بها جو بايدن، او انهم في بعض اللحظات يقومون بقطع المايك حينما يعني يعطي كلمه سواء داخل الولايات المتحده الامريكيه او خارج الولايات المتحده الامريكيه، لانهم لا يريدون ان تكون هناك زله لسان ربما تسقط البيت الابيض في العديد من المشاكل، خصوصا في العلاقات الدوليه بين يعني الدول. فكما قلت، هناك احتمال أن تترشح ميشيل أوباما للانتخابات الرئاسية كمرشحة الأولى على الحزب الديمقراطي، لأنه حاليا المرشح الأوفر حظا على الحزب الديمقراطي هو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. ونحن نعلم أن هناك ديمقراطيين آخرون سوف يرشحون أنفسهم كحاكم ولاية كاليفورنيا جابن نيوسوم. بالنسبة لماذا أتحدث على هذا الخبر؟ أتحدث على الخبر لأنه كما قلت العديد يعلم، وهذا خبر موثوق، على أن ميشيل أوباما قالت قبل سنوات وبالضبط في سنة 2018 على أنها تعترف بأن يعني شخصيتها شخصية خجولة، وأنها لم تأخذ قرارا طول حياتها في أن تترشح للانتخابات الرئاسية، وقالت أن دورها هو مساعدة زوجها في يعني قرارات يعني حينما كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى في مساعدته الآن من خلف الستار لحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن. بالمناسبة أريد فتح قوس لأوضح أمر لأحد التعليقات التي توصلت بها آخر مرة بخصوص الحلقة التي وضعت على يعني الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي قلت فيها بأن هناك صحفي أمريكي استجوب احد الاشخاص الذي كانت لديه علاقه يعني غير شرعيه مع الرئيس الامريكي في قبل ان يصبح رئيسا للولايات المتحده الامريكيه، وهناك شخص وضع تعليق قال بانه لا يجب الحديث على يعني حياه الرئيس لانها لا تهمنا. اريد فقط ان اوضح لهذا الاخ او اي اخ يتقاسم مثل هذه الاراء اننا نحن كمقيمون في الولايات المتحده الامريكيه تهمنا شخصية هذه الأشخاص الذين يسيرون هذه الدولة، لأنه رئيس أوباما، دونالد ترامب، جو بايدن أو أي شخص سوف يحكم الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس ملك، هو ليس منزه، لذلك يتم انتقادهم يوميا بدون مشاكل. وتهمنا سياسة هؤلاء لأن نحن نعيش في هذه الدولة، لدينا أطفال في هذه الدولة، أي سياسات يتخذها مثل هذه الأشخاص سوف تؤثر علينا وسوف تؤثر على مستقبل أطفالنا. لماذا هذه الوقت بالضبط في هذه الثلاث سنوات يتم تمرير يعني امور مثلية وغيرها، وحتى يعني تدريس هذه الامور في المدرسة؟ فاذا كان هذا الامر لا يهمك انت اذا كنت خارج الولايات المتحدة الامريكية، فهذا الامر يهم. الدليل على ذلك كذلك هو ما وقع في المسيرة المليونية التي عرفتها كندا في 20 شتنبر، والتي وصفها يعني الوزير الاول او البرايم مينستر الكندي جاستن تريدو على انها مسيره كراهيه، مسيره كراهيه. هذا الشخص الذي اتوقع انه لن يفوز في الانتخابات المقبله، بالرغم من انه لديه مشاكل. هذا الاسبوع الذي اتحدث فيها يواجه العديد من المشاكل التي سوف تقضي على حياته السياسيه في كندا. فهذا فقط لوضح مثل هذه الامور. لماذا تحدثت؟ انا لم اقصف باراك اوباما، لم أحضر وقت كان هناك علاقة مع ذلك الشخص، لكن الشخص كما قلت في الفيديو السابق أنه اجتاز
اختبار الكذب 3 مرات ووقع على وثيقة يتحمل فيها المسؤولية قبل أن يدخل إلى البرنامج. فهذا الأمر يعود لذلك الشخص ويعود للمحاور الذي استجوب هذا الشخص. لكن الكل في أمريكا يتحدث على هذا الأمر. هناك العديد من الناس الذين كتبوا التعليقات على منصة تويتر أنهم كانوا يعلمون بهذا الأمر منذ سنوات، لكن الإعلام الأمريكي الذي يدعم يعني الحزب الديمقراطي لا يتحدث في هذا الأمر. فعلى كل حال نعود إلى قصة اليوم التي هي يعني ترشح زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كما قلت هذه السيدة تقول على نفسها أنها خجولة وأنها لا تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن هناك أخبار يعني تم تسريبها مؤخرا أن ميشيل أوباما تحضر العديد من المحاضرات واللقاءات التي يعني تقوم بإعطاء خطابات أو محاضرات في العديد من دول العالم. هذه الخطابات التي تدر على ميشيل أوباما ما قدره، أقول ما قدره، 700,000 دولار للساعة. 700,000 دولار للساعة وليس للخطاب، أقول 700,000 دولار للساعة. فالكل يتساءل إذا كانت ميشيل أوباما تحصل على 700,000 دولار للساعة، حال إلقاء لها خطاب كما وقع مؤخرا في ألمانيا، يعني أعطت هناك كلمة مدة ساعة وحصلت ربما على 750,000 يورو أو تقريبا 700,000 دولار، ولماذا سوف تترشح للانتخابات الرئاسية وتصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكلنا نعلم ما هو هذا المنصب، منصب يعني فيه ضغط، فيه التزام بالأوقات، فيه لقاءات، فيه سفر، فيه نقد، فيه العديد من الأمور التي يعني تغير حياة الشخص. وبالتالي كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يحصل سنويا على 400,000 دولار، بينما هي في كل خطاب ربما ساعة مدته ساعة تحصل على 700,000 دولار. فما هو الأفضل لميشيل أوباما؟ هل تبقى شخصية عالمية تعطي لقاءات وتحصل على 700,000 دولار للساعة، أم تدخل إلى البيت الأبيض وتصبح رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية؟ فقط لأختم هذه الحلقة أريد أن أوضح أمر، وهو أنه إضافة إلى ما تحصل عليه ميشيل أوباما من خلال المحاضرة التي تقدمها في العديد من دول العالم وتحصل على 700,000 دولار للساعة، فميشيل أوباما قبل سنوات كتبت كتاب أو مذكرات يعني حياة أوباما، يعني عائلة أوباما. هذا الكتاب الذي أمضت عقدا مع الشركة التي سوف تنشر هذا الكتاب، ووصل ثمن العقد إلى 65 مليون دولار فقط لنشر مذكرات العائلة، بالإضافة إلى البرنامج الذي يخصص للعائلة والتي جنت من خلاله عائلة أوباما على 50 مليون دولار. فما رأيكم؟ هل تعتقدون أن ميشيل أوباما سوف تضع كل هذه الأرقام على جانب وتترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أم يعني سوف تبقى فقط مقتصرة على إلقاء الخطابات أو يعني اللقاءات لها وتحصل على 700,000 دولار للساعة؟